السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه هذا البرنامج أرض السواد إلى قضاء المحاويل في محافظة بابل العزيزة. هنروح على مشروع دواجن متكامل في محمل أعلاف وأيضا مفاقس وتربية الفروج لحم، ولكن بعد مناشدات كثيرة وصلت لبرنامج أرض السواد ومن خلال تواصلنا مع ناس اليوم متمرسين بهذا المجال مثل الدكتور هاشم القماش اللي طلب من برنامج أرض السواد نسوي حلقة ميدانية حول الأزمة اللي قاعد يعيشها هذا القطاع المهم بسبب فتح الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الأولية للعلف. أكو انهيار كبير، تقريبا المنتج الدواجن قاعد يخسر باليوم تقريبا 10 مليون يعني كمعدل، أكو ناس أكثر وأكو ناس أقل. ليش قطاع مهم وتقريبا مليون شخص عايش على هذا القطاع إضافة إلى عوائلهم اللي ممكن نقول 4 مليون، بعض الإحصائيات 3 مليون، ولكن نسبة كبيرة عايشة على هذا القطاع اللي مهم بالاقتصاد الوطني العراقي. من المسؤول عن بداية الانهيار وإن شاء الله يا رب الحلول على متوقف هذا الانهيار؟ ابقوا ويانا وراح نعرف تفاصيل أكثر وأكثر. أحبة المشاهدين، يعني احنا في هذا المشروع في محافظة بابل حقول للدواجن ما متعددة بتخصص معين، لا اكو معمل اعلاف، اكو مفاقس، اكو فروج لحم، وكثير اليوم الشغلات تخص قطاع الدواجن المهم اللي للأسف يوم بعد يوم قاعد يتضرر بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة العراقية. مثل ما انه نبدي بأول الأمور نبدي بالمفاقس، ومعانا الاستاذ احمد مدير او مسؤول هذا المفاقس في الشركه الخضراء او شركه الخضراء. لا شركه الخضراء. شركه الخضراء، شلونك؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا بكم. اخبارك؟ صحتك؟ اهلا وسهلا، مرحبا. ربي يحفظك. طبعا نحب انه نعرف العالم عليك. اهلا وسهلا. انت بهذا القطاع من اي عام بديت تشتغل؟ احنا بدينا مشروعنا من سنه 2000 وبدايه 2012. 2012. انت حضرتك شو كنت داخل مجال الدواجن؟ احنا كان مشتغل بمجال الدواجن من سنه 1976. ليش يا موالد انت؟ انا موالد 61. موالد 61؟ شكلك اصغر، ها؟ شاب بعد. شكرا. الله يحفظك. هاي اقوى شيء طرا هذا. اي جيد مو؟ ربي يخليك. استاذ احمد، اريد يعني قبل ما ندخل بالمشاكل اللي يعاني منها اليوم اللي يعملون بحقول الدواجن بمختلف اليوم اصناف انواع العمل، بالبداية عرفنا احنا هذا المكان شنو؟ هذا المكان هو مشروع انتاج بيض، انتاج افراخ من بيض التفخيص. يعني مشروع انتاج افراخ الدواجن للقطاعين، قطاع اللحم وقطاع انتاج بيض المائدة. زين، شلون تفرق انه هذا مثلا الظهر، هذا انه نخلي مثلا على قطاع انه الدواجن مثلا انه الفروج لحم، وذاك على الانتاجيه، يعني مقسمات؟ لا هو بيض كبيض واحد، هو شكل واحد يجي، يعني بس نفرزه نعرف هذا المائده وحد، يعني انتاج بيض المائده. نعم. واكو انتاج وافراخ بيض، افراخ فروج اللحم، يختلف مبين. نعم. انا بدي اشوف اكو تعقيد بعملكم، يعني موضوع انه هذا شيء صحيح هذا اليوم؟ مكاين حاضنات، مكائن والكترون وريموت كنترول ولازم اجواء. هاي شكل، يعني شكل لكم تعب ومواصله عمل. تاكيد هو هذا، هاي يعني حلقه المفاقس هي شغله يعني فنيه بحته. يعني تدخل بها، يعني احنا مكائن هاي تشوفوها كلها حديثه. نعم. يعني بالاف، يعني عشرات الالاف من الدولارات يلا جبناها ونصبناها وسوينا مشروع وعلى اساس نغذي البلد بالانتاج. نعم. هاي بيا سنه جبتوهن؟ احنا بلشنا المشروع مالنا من 2012. نعم. من يا دوله جبتوهن؟ بلجيكي، منشاها بلجيكي. بلجيكي.
يعني هي بلجيكا والمانيا بالدواجن شويه متميزه. لا هي يعني احنا كديزاين يعني ماشيين عليه هنا بالبلد بالعراق هو بيتر سايم البلجيكي. البلجيكي اكثر الدواجن؟ اكثر هي قطاع الدواجن الموجود عندنا بالعراق شركات نعم تستعمل مكاين البلجيكيه. شنو صعوبه تعملكم بالمفاقس؟ هل يعني الاجواء تاثر عليكم؟ الامن الحيوي موضوع انه التعقيم وهذه المواضيع لو اكو امور اخرى؟ تاكيد هو الامن الحيوي احنا يعني بناخذ احتياطات يعني من ناحيه التعقيم، من ناحيه اللقاحات، من كلها ومطهرات، كلها طبعا هذا جهد ذاتي وكلها احنا يعني الدوله ما لها علاقه نهائيا ولا تتدخل بها، كلها جهد ذاتي. انتم يعني احنا نجيبها. احنا نجيبها واحنا نستورد وتصعد الاسعار تنزل الاسعار، الدوله ما لها علاقه ما تدري من السالفه شنو. الدوله بس مجرد عندها شغل هناك تجي تاخذ موقف ايش قد عندك انتاج ايش قد صرفته. هاي غير هاي يعني موقف شهري. يعني مثلا وزاره الزراعه ما عندهم مثلا ناس يتابعوكم على عملكم يتابعونا بس بحاله واحده راس الشهر يدزونا تقارير ايش صار عندكم انتاج، وكانما هم يمولونه او يساعدونه. هسه هاي كلها احنا ما نريدها، اثنين ما نريدها، لا التمويل ولا المساعده، بس احموها، يعني احموا هذا الشريحه، احموا هذا الانتاج الحيواني. من شنو يحموها؟ احموه من المستورد، من هذا المسرطن، من المواد، من الاكسباير اللي منتهي قبل اربع خمس ايام ما ينتهي الاكسباير وجابوا لنا للبلد دخلوه ونزلوا الاسعار على بحجه شنو؟ خلي ياكل الفقير، اي فقير ياكل، روحوا للاطباء وشوفوا الفقير ايش يصير به. من وراء الاكل هذا مالكم اللي تجيبوه من اللي هو كله اكسباير كله مسرطن وكله محقون مي. هاي بالنسبه للدواجن المقطعات او الدواجن الكامله كلها، هاي كلها مواد مسرطنه على اساس شنو جايبيه؟ خلي ياكل الفقير. شو اي فقير ياكل؟ هو الانتاج كله هو واحد، كله بورصه، الاعلاف بورصه، البيض بورصه، الدواجن بورصه عالميه. قيسوه على البورصه العالميه وشوفوه بيش هذا، شوفوا احنا ارخص بلد بالنسبه للعالم بالانتاج، اذا كان البيض المائده او بيض التفقيس او الدواجن، ارخص بلد من الدول المجاوره. بس هذا كله اللي يجيبوه على بحجه ياكل الفقير. لانه استاذ احمد يعني اريد جواب حقيقي وصريح، وانا ان شاء الله هذا الوجه الخير وكل الاخوه الموجودين تحكون الصراحه. انت شايف المستورد من يعني متابعه شايفه بعينك؟ بالتاكيد يعني احنا اذا نقيسه احنا عندنا عقل. أيه؟ عندنا عقل وبورصه على يد نحكي. يعني المستورد رديء؟ المستورد كله اكو فيه مشكله ما دام مو على السعر العالمي. هاي بورصه العالم هسه صار يعني لان ماكو واحد يخسر. فضاء مفتوح. ماكو واحد يخسر. وهو فضاء مفتوح، يعني الناس كلها تعرف بيش اللي ببلجيكا بيش واللي بتركيا بيش واللي بايران بيش واللي بالسعوديه بيش، يعرفون الدواجن هي كلها يعني هي بورصه. يعني اعلاف كلها بورصه. من تجي تقيسها يعني تقيسها على صرفياتك وعلى انتاجك شلون تصرف لهم؟ شلون لازم اكو مشكله بيه. يعني هاي ادعو بيها هاي من خلال برنامجكم وزاره الصحه خلي تتابع هذا الموضوع. تجي تفحص تفتر على الاسواق على المحلات تشوف هذا اللي طبقه البيض ب 2000 و3000 دينار، شلون هاي 3000 دينار؟ كسروا البيضه وباعوا البيضه ايش فيها؟ شوفوا هاي الناس اللي دخطية على عم عيونها تاكل وما تدري عبالها شنو بحجه تاكل الفقير، اي فقير ياكل. ده تسمموه الفقير مو تفكروا وحيصرف اموال مضاعفه عند الاطباء. بالتاكيد خلي يروحون للاطباء، مجمعات الاطباء اللي ببغداد واللي بالمحافظات، خلي يشوفون الفقير ايش يصير به من وراء المستورد مالهم بدون رقابه وبدون سيطره. يعني حقيقه هذا الملف والله يعني مهم جدا. يعني نداء لوزاره الصحه ما شاء الله شو مختبراتنا وهاي موجوده، مختبر المركزي وغيره، يعني فحصون موضوع المستورد. لان الحقيقه اللي دا يصير يعني اكو بعض المناشدات وصلت لنا انه يعني احد العوائل اللي انا اعرفها مشتري طبقه بيض خلال يوم واحد شافوه كل جربه اول بيضتين بيها رائحه جدا يعني سيئه ورديئه الى ابعد الحدود، البيض كل هم سعر 3000 دينار طبقه البيض. فهذا ملف مهم. استاذ احمد خلي نرجع ايضا على موضوع مهم جدا، المفقس هذا ايش قد يشتغلون به عمال؟ يعني حاليا ادارته المفقس لكونه مفقس حديث ما يحتاج ايدي عامله حدود 11 نفر. 11 كل واحد عائله؟ كل واحد يعني رب عائله، يعني معناها وراء سبعه او ثمان نفرات. اي يعني تقريبا 100 شخص. يعني بالمحصله النهائيه تاخذها متوسط 100 نفر عايشين على هذا المكان بس. جزء من المشروع؟ هذا جزء من مشروع شركه الدواجن الخضراء.
اما باقي نعم. الشرائح اذا تروح هسه اذا معمل العلف او قاعات التربيه كلها عوائل تشتغل بها كلها وتشتغل بها عمال عندهم عوائل وعندهم التزامات يعني ماذا شلون راح يحلوها من فتحة والمستورد قلت انتاجيتكم احنا انتاجيتنا هي موجوده مو قلت لكن ما حسيت نفسكم قاعد تخسرون ما قلت كل خساره ها بالمناسبه يعني مشروع الدواجن هو مو كشك يعني ابو الكشك يخسر يومين ثلاثه ويروح يسد الكشك ماله هاي اموال ناس ذبتها هنا يعني دم قلبها ذبتها بهاي المشاريع صحيح يعني مئات الالاف من الدولارات خسارتهم بالعظم يعني معناها يبيع الاول والتالي ويظل مطلوب يعني هو مو كشك يروح يعزله ولا محل يروح يسده يعني هو هذا مشروع جاب حاله وماله وشغله وعاونه يعني هسه هاي المشاريع ده تعينكم انتوا يعني يا حكومه المركزيه هاي المشاريع ده تعينكم على توظيف الناس وتشغيلها انتوا عندكم هاي البطاله واصله الله يدري 40 او 30% ما اعرف يعني على الاقل يعني نشطوا القطاع الخاص ادعموه من خلال الدواجن من خلال مزارع الاسماك من خلال مشاريع الانتاجيه الباقيه على الاقل هذا يعني تستوعبوا لكم هاي البطاله هاي الايدي العامله الخريجين سنويا عندكم انتم 300 400 الف او نص مليون على الاقل يعني ادعموا القطاعات الانتاجيه حتى تستوعبهم لهاي البطاله هاي يعني تقريبا اكو بعض الاحصائيات انه عدد العاملين بقطاع الدواجن يعبر المليون شخص بالتاكيد يعبر وهاي المليون تدري ايش قد وراها انت يعني مليون اللي يشتغلون لكن العوائل اللي وراهم ايش قد زين الدعم اللوجستي الساند السواق زين الدعم اللوجستي السائق يشتغل وباقي الشرائح تشتغل احنا هو ما بس نشتغل بس وحدنا حتى بالمحل كلها تشتغل كل تشتغل على هذا القطاع وارجع واقول نعم بحجه ياكل ولو قاطعتك هسه هذا البيض ورايا هذا أي. يعتبر مال مائده لو تفقيس هذا لا هذا بيض تفقيس انتاج فروج اللحم هذا الانتاج الفروج اللحم أي. هذا ايش قد تقريبا البيض صار لهنا هذا يدخل هنا هو يبقى هنا 21 يوم عندنا ويتفقس يعني يطلع 21 طبيعي يعني نفس يطلع. اي نفس الدجاجه وايد وتودوه الى القسم الاخر لا ينشال بيوم نفس اليوم ياخذ المربي يوديه للقاعات التربيه للقاعات ايش قد يوصل وزنه يلا تبيعه ما مو احنا هذا هاي شغله ثانيه يعني تمام انت هنا انا فقط اي المربي هو اللي زين اصعب قسم بالمشاريع الدواجن والله هي مشاريع الدواجن ما بها هي كلها صعبه وكلها حساسه يعني لا يعني ساند اشوف هنا يعني الله يساعدكم درجه الحراره وهاي الاصوات والاجواء والمكان وشاشه قاعد تعطيكم معلومات دا احس ان المفاقس اصعب قسم هي شغله يعني الكترونيه وكهربائيه بحته اي يعني يراد لها فنيين يعرفون شلون يشتغلون بها ويتعاملون نعم. وياها نعم يعني واحنا كمفاقس اليوم أي. ايضا قاعد يستوردون فتحوا هو الاستيراد مفتوح ما شاء الله يعني كل شيء يعني انت بس شو تريد يدزولك بس المهم ما يخلوك تنتج انت ما يخلوك تصنع تظل تعتمد تظل تعتمد اذا رجعوا على قطاع الدواجن هسه حتى على الاكل مالك تدخلوا حتى اكلك حتى اللي تظل شعب كسول بالضبط وعطال بطال ويظل بس بالمستورد وهاي نفطاتنا نبيعها هو هاي ما دام هذا البوري مفتوح ما يخلوك تشتغل ما دام اكو عندك بوري مفتوح مال النفط ما يخلوك تشتغل ولا يخلوك تصنع ولا يخلوك تزرع. نعم. هاي خلي الناس خلي تكون ببالها هذا كله. اها. رسالتك اليوم بما انك من السبعينات تشتغل بهذا القطاع وهذا القطاع مهم جدا وفاد العراق من كثير من الامور، اليوم احنا ما انا ما واعي على هذا الموضوع بس اهلنا يسولفون. بعام 1991 لما صار الحصار الدولي على العراق بسبب غزو النظام البائد الى دولة الكويت حقيقة قطاع الدواجن سد فراغ كبير جدا وجوز تتذكر هذه الايام بالحصار اكيد فاحنا محتاجين هذا القطاع شنو اليوم رسالتك للحكومة العراقية بعد قرارها بفتح الاستيراد استيراد الدواجن بكافة انواعها للعراق رسالتنا للحكومة العراقية احموا الناس احموا المنتجين عندكم احموا المربين احموا الفلاح احموا حتى الناس احموهم من هذا المستورد المسرطن والاكسباير اللي منتهي صلاحيته احموا الناس نعم ارجوكم يعني باقي دول العالم كلها تجاهد يعني على مستوى وزير فتره من الفترات اجى قابل وزير الزراعه بوقته على مود فتح المستورد وزير الزراعه التركي سفير التركي سفير تركي صح السفير التركي قابل وزير الزراعه اعتقد او غيره ما اعرف والمستوردين راح يسووا تظاهر على يعني اتعظوا وتعلموا من دول الجوار احموا الناس شوفوا شلون بلدان العالم تحمي مربيها وتحمي نفسها وتحمي شعوبها نعم كل التحيه والشكر لك استاذ احمد
وربي يحفظك ان شاء الله. اشكرك، شكرا. ربي يخليك. احبتي المشاهدين ظلوا ويانا، اقسام كثيره اليوم بحقول الدواجن وراح نعرف معلومات اكثر. اليوم حلقتنا مخصصه عن قرار الحكومه بفتح الاستيراد وللاسف الهزه الكبيره اللي اصابت هذا القطاع المهم. ابقوا ويانا. طبعا نرحب بمحمد احد العاملين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك شلون؟ الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله والشكر. صار لك قد بمجال الدواجن؟ صار لي 14 من 2014 اليوم. من 2014؟ نعم. من سنوات. نعم من سنوات. من سنوات، يعني سنوات كثيره تقدر نعتبرها يعني. عمر نعتبره. محمد مرتاح شغل الدواجن؟ شغل الدواجن تعب، هو اي جهد ودقة لازم ما تنسى شيء اكيد هذا، لان هاي روح. اي روح. يعني شنو اختصاصك بالدواجن؟ علف. اها، معمل علف. معمل علف، ممتاز. اريد اعرف اليوم انت كعامل بقطاع مهم مثل الدواجن وعندك عائله، معيش عائله، برقبتك كم نفر تقريبا؟ انا برقبتي ثمانيه. ثمان نفرات. وعيشتك كلها عشت على هال. اذا تاخذ يوميه اسبوعيه؟ لا اسبوعيه. اسبوعيه. اي زين. خايف من المستقبل؟ شيء اكيد. ليش؟ على هالشغل هذا يخوف. الصاير يعني هذا ابسط شيء هسه هاي المواد تجيك كلها مستورده. مستورده وغالده، يرفعون السوق. المربي شنو؟ ما يقدر يشتغل. هاي القوانين كلها العالم الماعي. اي ما تقدر يعني هاي هسه عندك هاي الاعلاف. كوما ما يقدر يشتري هالمربي لان السوق غالي، سعره غالي، ما يقدر يشتري. طن مال العلف 650 دولار. نعم. ايش يطلع يعني عنده؟ قرار المستورد اثر عليكم الفتح؟ شيء اكيد ياثر. بشنو اثر؟ يعني ياثر العالم تروح على اساس يعني الفقير ياكل، هو ما يدري بيش بيه، ما بيه، ما يعرف شنو بيه. واثر عليكم اقتصاديا؟ طبعا شيء اكيد. اكو تعرف ناس عندهم حقول دواجن عزلوا ببابل؟ اي اكو عزلوا. واكو جزروي موجود. هاي يجزروها ليش يعني؟ ما حد ياخذ، الناس ما تقدر تشتغل. ما حد يقدر يشتغل هيك. يعني يجزر دجاجه بياضه؟ ما يقدر يشتغل. يخسر يعني يوميا يعني كل مصباح عنده خساره. بيش يذب العلف مالته، اللقاحات بيش. الايد العامل شلون؟ ويخسرون الموضوع. يخسر البيض. يخسر. نعم. يخسر. انتم تخافون من هاي الخساره؟ ممكن ابو المال يعزل. اذا عزل احنا وين يعني، وين واحد يروح؟ مستقبل ماكو، الحكومة هاي ماكو، يعني ما وراها أي نتيجة. شنو النتيجة؟ شنو اللي قدمته هاي من 2003 ولحد هاي اليوم؟ شنو اللي قدمته الحكومة؟ نعم. زين؟ يعني لا تعيين. ماكو لا تعيين، لا فد شيء يعني. ضمان ماكو. وين تروح؟ ضمان مجتمع. ماكو أي شيء، أي شيء ماكو. زين؟ أبو المال هم شنو ذنبه يعني؟ يشتغل يجيب يعني إنتاج من برا وهنا لايم عليه وما حد ياخذه، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه يطلع عامل ويطي من جيبه وبالأخير يصبح هو الخسران، شنو يعني؟ مع تريدون قانون يحمي المنتج مالك؟ طبعا شيء أكيد. وتريدون قانون ضمان اجتماعي. ايه. وحماية حقوق العامل. الناس تأذية مو شلون. وين بيتكم أنت؟ أنا محاول، قضاء المحاول. ورجعتك شلون لأهلك؟ أنا أبات يعني هنا، أنا أبات ارجع. كم يوم تبات؟ يعني نوبات ثلاث ايام، ابات يومين، ابات حسب يعني الشغل. حسب الشغل.
بس لازم متواجد. اي يعني. لازم يعني متواجد. يعني انا عملنا يبدا من الساعه 6 لحد الساعه 4 5 العصر. وايضا بالليل هم تشوفون بالليل إيه لازم هنا يعني تضل. يعني الحقيقه يعني اليوم اكو يعني خايفين شيء يعني اكيد يعني كل خايفه مو شلون ما كان. يعني ابو المال ما مجبور. جبتي فتره قطاع الدواز النهض انت ارتاحيت شيء اكيد طبعا شوي طبعا يعني 2019 من قانون حماية المنتج 2018 شغل زين حتى 2020 شغل زين بأزمة كورونا اي يعني شغلهم زين هسه ماكو يعني وضعية تعبانة حل يعني صار لها تقريبا ال 2021 لحد هاي يعني شغلة تعبانة حل اكو ناس بطلوا منا اي اكو ماكو يروح يعني وين يروح يشتغل لا يروح عماله لا يرجع هنا يشتغل ماكو غير والعماله هم ماتين قليله هسه كم واحد يشتغل وياكم بالمعمل هذا؟ احنا هنا 30 واحد 30 واحد كل واحد عنده 8 نفرات اضافه امه وابوه وياه يعني تصل 10 نفرات تحسبها 30 على 10 مو 300 عائله 300 واحد وشوف يعني. ايوه شوف يعني الفرق وين شوف يعني هذا المعمل يعني ايش قد جامع هو عوالي ايش قد طبعا نضم صوتنا وياكم وصوت قناة الأيام الفضائية وندعمكم إن شاء الله نوصل صوتكم رب يحفظك شكرا لك محمد جزيلا أهلا وسهلا بكم شرفتونا غاتي أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين على لقانا مع ياسر أحد العاملين بمعمل العلف التابع إلى شركة الخضراء المتخصصة بمواضيع الدواجن شلونك ياسر؟ الحمد لله بخير صحتك شلونها؟ الحمد لله زين أخبارك؟ تمام ياسر يا مواليد 2001 2001 نعم صغير بعدك ها ما أدري إحنا كبرنا والله ما أعرف إيه طبعا نتشرف بيك اللي الشرف أنت طالب نعم بكلية أهلية نعم قسم المحاسبة حسب ما تكلمنا قبل الحلقة موازن بين عمله وبين دراسته جميل نعم. يعني اليوم الشاب لما يصرف على نفسه ما يتكى على عائلته بالكثير من الأمور شيء إيجابي نحيي على هذا الموضوع يا ياسر إذا تعرفنا عن عملك نوعية عملك شنو هنا مهمتك بهذا المعمل أنا عامل بمعمل الخضراء للأعلاف نعم التابع إلى شركة الخضراء الحديثة نعم يعني أوقات دوامنا من الصبح للعصر نعم يعني نكبس أعلاف ننتج أعلاف أعلاف إنتاج للدواجن الدواجن أعلاف نعم. لحم بس دواجن إنتاجكم نعم نعم مو أسماك أكو يعني معامل أخرى لإنتاج أعلاف الأسماك مو هنانة نعم هذا خاص دواجن خاص يعني دواجن ممتاز شنو يعني دوامك من يا ساعة يبدي؟ يعني من 6 الصباح للمرات الثنتين حسب يعني الطلب حسب الطلب نعم. والكميات العمل نعم. وهالامور شلون موازن بين دراستك شلون تروح شلون ترجع يعني مرات يصير دوام عندي اترك العمل واروح للدراسه الاداره مال المعمل متفاهمين يعني منسق منسق وياهم يشجعوك على الدراسه نعم ممتاز قلت لي سالفه على ضوء هذا الموضوع انا التقيت بيك وسويت وياك لقاء نعم قلت لي أنا ممكن أترك دراستي نعم أنا لأن أنا كلية أهلية وأنا أيه. قصتي بالسنة مليونين أيه. زين إذا الإنتاج وقف والمعمل وقف أنا منين أسدد بعد زين ليش يوقف يوقف حج إحنا هسه هذا عندنا العلف ما حد يسحبه ليش لأن غالي المواد صاعدة أها. الدولة ما تعطي مواد وفتحوا مستورد فتحوا مستورد والمواد والدجاج بعد ما حد يشتري يعني هاي المواد شوفت عينك هذا علف كابسينه وما حد يشتري لان غالي هاي القنيه ايش سعرها هاي القنيه سعرها يطلع 50,000 قبل زياده الدولار ايش سعرها قبل زياده الدولار سعرها تطلع 32 الى 35,000 زاد الكيس الواحد انت تبيعون طن لو كياسه يعني اطنان حسب يعني الطن كان يريدوها كان ب 700,000 هسه طن بمليون واكثر لان المواد غاليه المواد كلها مستورده فول الصويا وهاي الامور كلها مستورده هاي شو يدخل بصناعته يدخل بصناعته الصويا
الشعير، البروتين، البريمكس، الاذره الصفراء، والطحين والنخاله، ويعني مواد لقاحات وادويه، حتى تعقيم يعني يدخل بها. هاي كلها مستورده؟ كلها مواد مستورده وكلها بالدولار. حتى الطحين تستوردوه؟ حتى لا، الطحين محلي بس هم صعد. هي القونيه كانت ب 12 13 صارت ب 50. هسه القونيه ب 32. 32 هسه حاليا. القونيه الوحده. اي جت فتره صارت ال 40 45 50. نعم نعم، لان قلت لك المستورد كله غالي وبالدولار كله. واثر عليكم؟ اثر عليك. نعم. يعني اليوم انت تعيل احد لو بتصرف بس على نفسك؟ والله الصراحه يعني انا عندي عائله وادرس. يعني انت يعني تصرف على عائلتك؟ طبعا. متخوفين من المستقبل لان ممكن الدوائر؟ طبعا متخوفين من المستقبل، لانه اذا وقف مثلا المعمل انا راح يقف شغلي. عندي كليه منين اسددها؟ كليه اهليه مليونين ما تكفيني بالسنه، وعائله ومصاريف. يعني اذا نسد المعمل اسيب بالشارع بعد. تترك الكليه؟ حتى الدراسه اتركها. لان ما اكل؟ لان ما منين ادرس؟ الكليه تطردني اذا ما انطيهم يعني حساب. حساب وهاي وتخافون لان دخل المستورد وسيطر على السوق. نعم هذا شوفت عينك. واهل الماده بده يخسرون بسبب بيع البيض وخساره. يخسرون ملايين الدولارات. على هذا الموضوع. نعم. زين وجه رسالتك اليوم للحكومه بالكت. والله واحد يعني من المسؤولين ده يقلب التلفزيون وشاف قناه الايام. والله يعني. يعني بعد صارت المناشدات بالصدفه. لو تشوفوها لو ما تشوفوها، والله ما لا قاعدين لا تشوفون المناشدات. قاعد تجيكم طلبات تغسون عليها. حتى تصريحات اعلاميه صايره بالقوه، حتى التعليقات قفلتوها على بيجاتكم. اغلب اليوم صناع القرار السياسي والاقتصادي وزراء وزاره تسد تعليقات، يعني شلون تعرف العالم ومطالب العالم؟ منو انت سياسيا منو يعني من الست تعليقات منو؟ تشرشل هم اذا عدى بيجز يجوز فاتحه، رئيس وزراء بريطاني. الملكه الازابيث البيجات كلها مفتوحه. رئيس فرنسا بيجاته مفتوحه. امريكا، روسيا، بوتي كلهم عندهم حسابات طبيعي والناس تعلق لهم وهذا. بس انت يعني ما اعرف. هذا دليل على فشل. تخافون من الانتقادات. وصل رسالتك اليوم للوزير يعني الزراعه الحكومه العراقيه. ناشد الحكومه يعني توفر فرص عمل. وتوفر يعني مواد اوليه لهاي المعامل، يعني هسه كله جاي يشتري على حسابه ويفرض عليه جمرك وضريبه. اها. نعم يعني بعد شو تريد؟ يعني ودعم المنتوج الوطني. تريدون ضمان اجتماعي للعمال؟ ضمان اجتماعي للعمال ايضا. اها. طبعا هذه رساله العاملين هنا، يعني نتمنى انه تحققون. اليوم انا تكلمت مع صاحب المشروع، مع مدراء المشاريع، ولا حتى العامل اللي ما اسميه بسيط، لا، عامل منتج، ما دام منتج وهلا عامل كبير بالاقتصاد العراقي وعامل ايجابي بالاقتصاد العراقي. والله العظيم انتاجياته اكثر من كثير مسؤولين، حمايات وسيارات ومعونات تشيل البلد. عباره عن قاعد وخلاص، ويا ريت قرار بها خير قرارات، وكل واحد تلقاه اربع مستشارين وخمسه. هذا العامل البسيط عنده انتاجيه بالاقتصاد العراقي، انت شنو انتاجيتك؟ انا احكي على المسؤول مثلا الفاسد، المسؤول المتخاذل، المسؤول اللي يعطي قرارات خاطئه. مو الكل، انا ما اعمم. وما عندنا احنا سياستنا بها تعميم، لا. كل مكان اكو ايجابي واكو سلبي، واكو زين واكو ما اريد اقول الكلمه، اكو مو زين، خلينا نحكي. شكرا لك ياسر. عفوا. ربي يحفظك، ممنون منك. الله يخليك. انا اشكرك واشكر قناتكم. ربي يخليك، الله يخليك وندعمك. يعني الى الحكومه ان شاء الله. ان شاء الله بحي الله، ممنون. شكرا.
احبتي المشاهدين حتى تعرفون اليوم حجم المعاناه اللي يعيشها اصحاب الدواجن والعاملين بقطاع الدواجن، هذا القطاع المهم جدا اللي معيش عوائل كثيره وكبيره. هذه القاعه اللي تشاهدوها خلفي وامامي يعني قاعه كبيره جدا، يعني استيعابها 30,000 طير او 30,000 فروج لحم. اليوم العدد اللي قاعد هنا موجود بهذا القاعه هو الصفر. السبب هو القرارات الحكوميه الغير مدروسه اللي للاسف فتح الاستيراد حتى بدون ضرائب. لا اكو تقنين للموضوع الاستيراد، انت شقد محتاج؟ شقد اليوم سوقك يحتاج من الدواجن؟ للاسف ماكو دراسات بهذا الموضوع. قرارات بآنيه بدون وعي، بدون دراسه، بدون تخطيط للاسف. طبعا معانا الحاج صلاح المعموري اللي مستثمر بقطاع الدواجن، وهذه القاعه هي تابعه لحضرته. نعرف شنو اسباب بدايه الانهيار لا سامح الله. نقول بدايه بس بل كنت نتلاحظ على هذا الموضوع. حاج صلاح شلونك؟ خليك يسلمك. ان شاء الله بخير. كل الهلا بيك. صحتك شلون؟ الله يعزك. الله يحفظك. طبعا حجي يعني ممتعض من القرارات الحكوميه. اريد اعرف اليوم قطاع الدواجن ليش وصل الى هذه الحاله؟ ليش هذه قاعه تحتوي او تستحمل 30,000 طير الان صفر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا اشكر قناتكم الموقره اللي مهتمه بقطاع الدواجن وقطاع الزراعه بصوره عامه. نعم. مو بس قطاع الدواجن اللي هو انهار، الحمد لله اشكر قطاع الزراعه كله منهار بسبب السياسات الخاطئه والغير مدروسه. نقدر نقول من الوزاره او من غير الوزاره الله اعلم، هي جهات الوزاره هي الجهه اللي راعيه لهذا القطاع. نعم. طبعا من 2003 وحد يومنا هذا السنه الماضيه احسن من هاي السنه. وهاي السنه يمكن احسن من السنه تجي. وقبل 5 سنين احنا احسن من اليوم. احنا طلعت الدوله قرار انه حمايه المنتج المحلي. احنا رحنا استثمرنا قطاع الدواجن. حكومه السيد عادل عبد المهدي اتوقع. اي طلعوا قرار حمايه المنتج وصار شغل حلو وانبنت قاعات ومشاريع عملاقه بحيث تكتفي البلد يكتفي اكتفاء ذاتي من الدجاج ومن البيض. انا من الناس بنيت قاعات حديثه، القاعه الاحتيطاليه شفتها وسويتها. هاي على النظام الايطالي. نظام ايطالي بالمتر 20 دجاجه. طبعا وزاره الزراعه مالتنا والثروه الحيوانيه والبيطره لحد قبل سنه يلا اعترفوا انه يربون بالمتر 20 دجاجه، لانهم مع النظام القديم 8 إلى 10 10 دجاجات. بالاضافه الوفره بالانتاج وتوفر الطاقه، يعني المفروض الدوله تنطي فلوس للمربين اللي لهم غير قاعاتكم على هالنظام هذا، لان تحسبها جدوى اقتصاديه، كثافه بالتربيه، انتاج عالي، قله باستهلاك الوقود. يعني ها لازم ينتبهوا لهم ولا ما يدرون هم. اضافه لو يوصل للمستهلك بسعر طبعا أقل. كلفه اقل، انتاج احسن، يعني هذا الوزن الدجاج يصير كيلو وين عمر 35 يوم. قبل احنا 52 يوم 55 يوم كيلو ونص. طبعا هذا مو فضل الدوله، فضل القطاع الخاص. هو يبحث عن الجوده بالعرق والجوده بالعلف والتقنيه الحديثه، هاي احدث تقنيه هاي. هسه طلعت تقنيه جديده موجوده بكوريا يشتغلون يربون بالمتر الربع الواحد 59 كيلو. لحم 59 كيلو لحم، احنا عندنا هسه 36 كيلو لحم. العالم بزياده، قله بالمواد الغذائيه، تحاول الدول كلها تستفاد من التكنولوجيا حتى توفر اعلى انتاج باقل وقت. هذا اللي جاي يصير. هذا احنا الحمد لله والشكر كل سنه لورا بفضل السياسات الخاطئه، لانه ماكو رجل مناسب في مكان مناسب. يعني قطاع الدواجن المفروض يكون عندنا مسؤول عنه انسان يحمل شهاده الدكتوراه بالتغذيه وبانتاج الدواجن. من مسؤول عن قطاع الدواجن حجي؟ والله ما ادري، والله ما ادري. يعني اليوم انت يعني من اهم المستثمرين محافظه بابل، هذا المحافظه المهمه بالدواجن. حضرتك تقدر هاشم قماش، اسماء اخرى كبيره، كل التحيه والمحبه لهم. دائما مثل ما انا عندي متابعه خاصه اشوفكم دائما أكل لقاءات مع وزير الزراعة، ما وصلتوا لوجهة نظركم؟ سادة العزيز، وزارة الزراعة اليوم الحزب الفلاني جاب الحاشية مالته كلها بالوزارة، وخر هذا الوزير صارت من الوزارة الحزب الثاني، وخر الستاف كله جاب ستاف جديد. ماكو تخطيط مبرمج من قبل كل البلد. يعني أنت تجي هسه قد حاجة البلد معروف، أكو ناس أهل اختصاص مثلا يحتاج بالسنة 10 ملايين بيضة،
فرضية 10 ملايين بيضة، نعم. أنا أخطط أنه يصير عندي إنتاج 12 مليون بيضة، خل فاض مليونين لأن قابل للزيادة، صح لو لا؟ صح. أنا أحتاج مثلا 500 ألف طن لحم. أنا الحمد لله والشكر قطاع خاص، لا تقول لي دولة، أكو قطاع خاص هو اللي يشتغل، إحنا بإمكانيات الذاتية. حتى القروض اللي صارت وانطتها الدولة عن بدر الزراعية يسامك الموظف، تنطيني هالقد؟ يلا نعطيك القرض مالتك، الحمد لله أشكر أنا ما رحت. أبد ما أخذت. أبد ما أخذت قروض ولا أروح وأكره راجع دائرة. أي. والحمد لله هم يعني الإجازة نطلعها إذا العام التسهيلات السنة أصعب. كل سنة أصعب، ولكن أنت عبارك مسوي معمل ما مخدرات تنتج، ولكن إيه واقع حال هذا. نعم. توديك للبيئة للسكك للآثار للنفط 16 دائرة، وكل دائرة تبتزك. إيه. انطيني الله مشيك إياها، انطيني الله مشيك إياها، والحمد لله والشكر الإجازة بسنتين لا تخلص. من سويت المشروع إلى الآن كم دائرة أخذت منك فلوس؟ جو العباية، جو والله الطاولة. أحكي لك الصدق غير. إيه. بس الثروة الحيوانية مال الحلة ما أخذت. ولا آه. دوائر بغداد على الاطلاق. تحيات عمي الثروه الحيوانيه في باب دوائر بغداد على الاطلاق. اي بغداد تروح حتى بالباب يم اي دائره اجاك، اذا ما عندك واحد جاك تشاكي مو تشاكي موظف قال التليفون وخابرني تقي بي بفلان مطعم العصر وجه منك، طبعا ما يقنعون بالقليل بالدولار 10 اوراق وفوق 20 ورقه وفوق الحمد لله والشكر، ودائما تجي مخلدين المعرقلات بالعمل، يعني هو من يخلي لك ف 16 دائره توزع وصارت مركزيه، يعني قبلك موافقات تاخذها من المحافظه، ان المحافظه يعرفك ما ياخذ منك. الجهه المستفيده تكون وزاره الزراعه او وزاره النفط او وزاره الاثار او غيرها، تروح تجيب موافقه من بغداد. ابو بغداد يعني رحمه من الله دار 12 اوراق. دول معامله نام والله العظيم الثلاث اشهر ما يمر بها كل واحد. يعني هذا 16 دار على 1000 دولار 16000. اي لا لا هاي زينه، يعني ابو ال 1000 دولار هذا زين رحمك. دوائر لا شتين مثل الشدات ويطلع لك معوقات، يعني انا ما ادري وحده من الدوائر اجى علي هذا المشروع اول ما سويته. ايه. نهر صغير انا مسويه اسقي من عنده، قال هذا مجرى مال مي. يا ابي شلون مجرى مال مي؟ قال هاي ساقيه موجوده. عمي والحد شنو؟ قال ما اعطيك موافقاني. يا ابي ليش؟ قال مجرى مال مي. عمي اكو مجرى مال مي دائمي واكو مجرى خاص بي. لا والله انا همي انا سويت عفت الكشف ورحت جيب الشفل مسحت هذا النهار، اجى مرت الثانيه الكشف ما لقى النهر، قال لي هسه اعطيك موافقه، راح سويت النهر. هاي المعرقلات. زين شنو علاقه النهر بالمشروع؟ اعتبار ملوث. أه. لان البيئه مالته كلش نظيفه، يعني الانهر مالته دجله وفرات وشط الحله ما بي مجاري. لا عمي ولا ذب ولا ذب ولا مسويين مكب ما دفع، الحمد لله. لا يخبر شيء عمي والتلوث ببغداد صفر والحمد لله والشكر، يعني شغله مرتبه، البلد نظيف لا بي تلوث وكله على الصحه. يعني التلوث البيئي ماكو. عمي البيئة والصحة طرق وجسور النفط آثار دواء والآثار 16 دائرة. زين أنت علش وديني أخوان، أنت روح سوي برنامج جابوا هاي المنطقة بها خطوط مال النفط. أي. وقع تعهداني مشبك هاي خطوط نفط موجودة مثبتة، سكك الحديد مثبتة. صح. الحمد لله هو خط واحد من شمال العراق الجنوبة بس واحد قابل إحنا بأوروبا، هذا يا بيهم هالخط هذا لا تسوون على الطريق السريع نفس الشيء، تروح موافقة الطرق والجسور تناملها فد شهرين ويبتزك، تروح انت الموظف قال لك انطيني موظف وين وداها لابو القانونيه، ابو القانونيه نامت يمه شهرين هو ما انطك اياها طبعا يقول لك وديها بالبريد، هاي على الموافقه. اي شهرين هي ما اجت، تروح انت هناك تراجع يا ابي شلون؟ والله يم السادة فلان، السادة فلان وين؟ قال داوم 50% تعال باكر، جيت باكر اخذ قراها قال خلي ادرسها، درسها قال لك والله هاي عليها طبعا بدون مسلحه عليها 5 اوراق، عم هاي 5 اوراق بس انطيني معاملتي، هذا هذا قطاع الزراعه وهذا قطاع الدواجن. اخذت الموافقه الحمد لله وشكرا. كل هالتعب وهذا وفتحوا المستوى. اها جيت انا بنيت المشروع والله العظيم انا بانت قاعات حديثه كلفاتني بحدود مثل ذني. اي مثل ذني 9 ذني 5 ذني 5 و4 هناك غير الموقع غير معمل علف غير انا باني مجزره ب 3 ملايين دولار، هذا المشروع كلفني مليونين دولار ما اشتغلنا بعدنا، تونا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يفتح المستورد، فتح المستورد عيب عيب، بل احنا مو بالخليج احنا بالعراق، اسمه ارض السواد، ارض الخضار، ارض العقول، ارض العمل، ارض العلم، كل شيء بيه الحمد لله وشكرا. نعم مو صحيح جورج بوش قال دخلنا العراق ووجدنا فيه كل شيء، عم احنا مو الخليج احنا العراق، انت اللي قاعدين على راس الهرم افتهم العراق شنو بعلم وببشر وبطاقات تشتغل وبرأس مال كل شيء بيه، بس وخروا لا تعدمونا كل شيء ما رد من عندكم بس كفونا شركم، يعني هاي مال فتح المستورد مال انسان ضعيف مع احترامات تاخذ القرار، والله شنو فقير
اصلا عيب عليكم تقولون عندنا فقير، بلد ثاني اكبر احتياطي بالعالم يصد الاربع بلد. يا جماعه الله كفر 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 تقول عندنا فقير، احنا ماكو فقير، اكو ناس فاسده ما تعرف انت حق العالم. فساد لو عدم تخطيط؟ لا لا اخي فساد، لانه عدم التخطيط يجر الفساد، والفساد يجر عدم التخطيط، اذا اكو تخطيط ما حد يسمع لك، لانه القاعد هو فاضي ومو علمي. ما يحمل شهاده، اذا جيب انسان متعلم تخليه بمكانه هو يخطط للبلد ويقوده على ما يريد. هذا بلد كل شيء بيه. يا حجي نقدر نقول انه بدا يعني بدا قطاع الدواجن يترنح بسبب هذه القرارات؟ راح ينتهي. راح ينتهي. وهاي القاعة شاهدة. اي مو بس هاي القاعة، هاي مشاريع عملاقة وقفت. إذا تروح تشوف مشاريع الدواجن بالبيض المادة اللي انبنت، أتحدى الدولة تقدر تبناها. أتحدى الدولة أدفع ضريبة على المعدات اللي أجيبها. ضريبة وقمرك أدفع ليش؟ أنا جايب تقنية حديثة أدخلها البلد، ليش تاخذ مني ضريبة وقمرك؟ أنت دولة ما تقدر تجيبها. لأنه أنت إنسان فاشل ما تقدر تشتغل، حاقد على القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص بين البلد. هذا هسه اللي الفتره هاي اللي البيض ارخص شيء بكل دول الجوار بكل العالم، احنا ارخص شيء والدجاج كذلك بسبب جهد القطاع الخاص. كرتونه البيض المادي قاعد تخسر بيها حتى يسمعون ايه السعر اليوم 13000 الكرتونه خسراني 13000 انا يوم كرتون اي بكل كرتون، انا اليوم عندي انتاج 1000 كرتون 1000 كرتون ما تنطيني الدوله ولا احد ينطيني. خسارتك اليوميه ايش قد بالمجمل؟ يوميه شده اخسر. ابسط شيء قلنا لهم الوقود، ابسط شيء هاي الوقود الغاز بيعونها سعر الدولة، أنا ليش أشتري من التاجر؟ هذا المهرب شيء، أروح أنا أسوي لي كتاب أنت راخذ البانجي خانة حالة بالمطحنة. مو؟ صح ليش تخليني راح أشتري من ليش؟ لأنه هم يبقون غاز، يبقون وقود، زيادات وين يبيعونها علي وعليك؟ إذا كل مواطن ياخذ حصته وأبو مصنع ومستثمر ياخذ حصته بالبانجي خانة، بعد ماكو فساد، أنا حصتي هاي جاي أخذها بسعر رسمي. صحيح. بس إذا ما تنطيني أنا وين أروح؟ راح اشتري المهربتي، المهربتي منين جايبه؟ قابل مستورده؟ لا والله جايبه من وزاره النفط. بانزي خانه والمستودعات كلها تبوك تبيع للعالم. هذا واقع الحال هذا. بلد يا يمشي من سيء الى اسوء، وانا اقول لهم انتبهوا لارواحكم. انتبهوا لارواحكم. احنا اليوم موفرين عمل وموفرين اكل للناس، بعد يوم احنا نعزل الحمد لله واشكر دول الجوار حاسبه هيك حساب، اذا ايران واذا تركيا واذا السعوديه واذا الكويت واذا الاردن كلها. إذا أنت اليوم الكويت قامت تصدر لنا طبعاً الكويت غير؟ إي الله وكيله قبل 3 سنين جابوا بيض مادة من عندهم وتحداهم وجابوا من عندهم بثيته جابوا يا اسلام الله من الكويت دول يستوردون من السعودية بيض تفقيس سعودية نجيب بيض احنا عمي هذا البلد هذا كله خير انتبهوا ذروحكم أنتوا وين قاعدين؟ قاعدين بالعراق ما قاعدين بغير مكان باوعوا دجلة فرات تموت القبر خلي تموت هاي الصحراء موجودة أتحدى وزارة الزراعة إذا سوت مشروع رائد بالزراعة اتحدى اذا سوت مشروع عمي بالنظام السابق سووا مشروع الدبوني بالكوت 53000 دونم بها السنه تقريبا هاي النظام السابق يعني الثمانينات؟ ايه نعم مشروع رائد حد هسه يشتغل سوته شركه امريكيه هاي ام ملحه هاي عنانه هاي ابو غرق سوته شركات رومانيه جو ري وبزل واحدث تقنيه جابوا وسووا مشاريع عملاقه بالسبعينات بنوها الى ان باعوها خرده بالتسعينات من فلست الدوله بس القطاع الخاص بدا يعيثه وين وين دور وزاره وزير الزراعه بالتحديد؟ والله دائما الرجل يصرح انه والله انا وزير الزراعه مع احتراماتي له خليني اسمع حسي صار سنتين من لزم الوزاره قطاع الدواجن والزراعه من سيء الى اسوء اعطيكم اثباتات اني اعطيكم اثباتات يعني اولا موضوع الاوبئه كل شيء ماكو والله نطول عود اجازه روح جيب لقاح مال اتش 5 السوداء من الخارج ليش ما تجيب البيطره؟ ليش تجيب القطاع الخاص؟ وانت روح جيبه وخلي الدوله تربح موكو بيطره؟ صحيح. زين مو تجهيزات زراعيه شركه تجهيزات زراعيه اجينا بالنهايه حكومه صار لها سنتين كيف تقيم حكومه السيد الكاظمي ودعمها للقطاع الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه تحت الصفر مو صفر تحت الصفر خلي باوع هو اللي قاعد ببغداد وافندي لابس قاط خلي يعرف الفلاح شلون يشتغل خلي يعرف المنتج شلون ينتج خلي يجي يشوف معاناتنا احنا عارفين اطفالنا وقاعدين هنا انا مستثمر بمبلغ مو سهل صحيح. مو سهل اني صحيح. انا هذا اروح بعيد هناك اشتغل اروح بعيد يعني انت لما طلع على راس الوزراء من طلع قال فتح الاستيراد على مود الفقير لمده شهرين بيض ودجاج انت سالت وزير الزراعه قلت له كان عندك انتاج انت شفت السوق بيش انا اتحدى هم رايحين لهم المشروع يمكن وزير الزراعه راح له مره مرتين مشروع أيه. بالكوت للحله هاي يوم الانتاج ما اجاها الكوت اللي بها مشاريع علاقه ما جاها راح للبصره صارت مشكله يعني انا اسال السيد وزير الزراعه
اكو دوله بالعالم تدخل دجاج حي لبلدها؟ اذا انت تقول انا اختصاص سوريا اللي عانت من ازمه حرب هاي 10 سنوات واكثر ما دخلتها. افريقيا يكرم الله، هذا الشلب اللي يدخلونه مو شلب، الحمد لله صار على التربيه مال الشباب هسه بالمدن مثل اوروبا. حتى الشلب خاضع للفحص. احنا الحمد لله والشكر الوزاره انطت جايز مال الادخال بدجاج حي من تركيا ودخل الاوبئه وانتهت البصره قبل سنتين. حجينا اليوم برنامج زرد السواد وقناه الايام الفضائيه تضم صوتها الى صوتكم وحتكون داعمه بالضغط الاعلامي اليوم على كل صناع القرار السياسي والاقتصادي بالعراق. كل الشكر لك حجي. كل الشكر لكم. بس كلمه اخيره تفضل. خلي يباعون ارض السواد اصبحت ارض الغبار. صح، ارض الغبار. روحوا شوفوا كربلاء العتبة العباسية مؤسسة صغيرة ما شكل جزء صغير من وزارة الزراعة. صحيح. روح شوف ايش سويت بكربلاء بالصحراء. عمي روح للصحراء، لا ظل بيتكم تركيا، لا انتم بكم خير جايبين مي من تركيا ورايحين بالسياسة وبغيرها. لا. ولا بكم انتم لاوينها بذراعكم، لأنه احنا عندنا ميزان تجاري وياهم كلش قوي، نجيب منهم ما ننطيهم، ولا انتم مساومينهم بالنفط. ولا عندكم مثل قبل ذاك الرجال لما كان تحدى تركيا سد المي، الحمد لله ايش كنت متخذ خين، كنت الاكبر والكنت الاصغر، وهذا حق شو اسمه نفس الخلافه مال قبل. روح للصحراء بها ابار وبها خير، الله كله موجود. نعم. ولا تجوعون هذا الشعب. خلي شهر العاشر وشهر 11 وخصوصا الحنطات، سيد الوزير عنده 3 ملايين طن السنه مال الحنطه، مين جاب من 3 ملايين طن مال الحنطه؟ خلي يشوف هسه راح يسوقونهن عن قريب ان شاء الله، 3-4 شهور خلصن. وهم الحمد لله والشكر لانه عندنا قياده رشيده، رصيد صفر. رصيد من الحنطه والشعير والذره الصفراء صفر. شكرا في ارض إليك. السواد ارض الغبار صارت بفضل وزاره الزراعه. وعلى كلامك اليوم بانتقاد لاذع ولكن انتقاد اليوم يمثل روحك الوطنيه. شكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. عادل عبد المهدي لما كان قانون حماية المنتج المحلي تقريبا بداية هذا القانون بدأ برنامج أرض السواد، حقيقة كان تفاؤل كبير جدا وفرحنا والمنتجين فرحة والعاملين بكل القطاعات الزراعية. القطاعات الزراعية المهمة إن كانت ثروة حيوانية أو ثروة زراعية وحتى معامل أعلاف، ولكن للأسف منذ استلام الحكومة الأخيرة والقرارات بدون تخطيط بدون دراسة بدون اليوم فهم ووعي للمستقبل، هذه القاعة اللي تحوي لازم على 30,000 فروج لحم اليوم وصلت إلى مرحلة الصفر، يوم بعد يوم قاعد تفرغ. في بعض الأحيان اليوم مربي الدواجن قدموا دواجنهم للمجزرة يبيعوها ب2000 دينار، مع العلم سعرها يوصل أو تعبهم يوصل تقريبا دجاجة الواحدة 13,000 دينار. من يتحمل هذه الخسارة؟ ومن يتحمل اليوم عدم التخطيط؟ وزارة الزراعة أما الحكومة العراقية أو وزارات أخرى ساندة؟ طبعا هذه رسالة اللي قاعد اليوم وجهها أرض السواد لكل الجهات المسؤولة، حافظوا على قطاع الدواجن. قريبا لا سامح الله إن شاء الله أكو قرار يغير هذا الموضوع، أكو بداية انهيار. هذه رسالتنا، هذا اليوم الأمانة اللي وصلناها اليوم من كل العاملين بقطاع الدواجن إلى الحكومة العراقية وبالتحديد أكثر وزارة الزراعة. اليوم أنا ما أفيد
التاجر حتى لو تاجر عراقي على حساب منتجنا المحلي. ما في الدول الجوار الكل اللي قاعد يصدر لنا اليوم على حساب المنتج المحلي للأسف. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. إن شاء الله نلتقيكم بحلقات نتفائل بيها ومفرحة، طبعا حلقة إن شاء الله تكون بيها إيجابية. إلى اللقاء.